السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، تحديث جديد لأداة TFT. راح نشرح فيه طريقة تثبيت الأداة. طبعا الأداة مجانية بالكامل، تخدم أجهزة الأندرويد للفنيين والمبتدئين بالسوفتوير، تخدم عدد كبير من الأجهزة، وتحديثاتها خلال الشهر الماضي كانت كثير ممتازة ودعمت كثير عدد أجهزة. راح نشرح طريقة التثبيت، حل المشكلات اللي بتواجهك خلال عمليات تشغيل الأداء لبعض المستخدمين، وشرح مبسط للأداء. أول خطوة تعملها بتنزل رابط الملف، راح أترك لك إياه بالوصف. بتنزل الملف بنزل معك بالشكل هذا. اثنين، تتوجه لستارت وسيتنج وابديت اند سيكوريتي وسيكوريتي، وبعدها بتختار أول خيار فايروس، بعدين بتروح على مانج سيتنج وبتطفي الحماية بالشكل هذا. ليش؟ كل أدوات السوفتوير لازم تطفي لها الحماية، جميع الأدوات. مجرد ما طفيت الحماية بتروح على الملف وبتضغط كليك يمين، بعدها بتعمل اكستراكت. بطلب منك كلمة سر، كلمة سر TFT. TFT إنه هو نفس اسم الأداة ولكن الأحرف كبيرة، ضروري تكون كبيرة. تضغط أوكي، راح يبلش عملية فك الضغط بشكل سريع. طبعا البرنامج اللي بفك الضغط لازم تنزله على الجهاز، اسمه WinRAR. بعد ما يفك الضغط تفتح الملف اللي نزل على الجهاز، وبعدها بتقوم بعملية تشغيل الملف. انتظر لغاية ما يشتغل. بلشت عملية تنزيل تلقائية بشكل تلقائي. ننتظر لغاية ما تكتمل بشكل كامل. زي ما انتم ملاحظين مبدئيا شكل الايقونة اختلفت، صارت قريبة كثير على Unlock Tools. تحديثات اللي نزلت على الأداة كثير رائعة. خلال الشهر الماضي كان عدد تحديثات كبير. كل ما تفتح الأداة تقريبا بشكل يومي يوم بعد يوم في تحديث بيعمل لحاله. التحديث صار تلقائي للأداة بدون ما تضطر تحذف الملف او تنزل ملف ثاني فوق الملف. صارت تاخذ ملف، يعني ملفات تلقائيه، تعمل التحديث تلقائي بشكل تلقائي، يعني ينزل على الجهاز. خلينا ننتظر لتتم العمليه بشكل كامل. يا ريت اذا لسه ما كنت عامل لايك تعمل لايك للفيديو، تساعدنا بتقديم هذا المحتوى. حاول نوفر لكم جميع الادوات اللي بتقدروا تشتغلوا عليها للناس المبتدئين في مجال السوفتوير، حابين انهم يتعلموا بشكل مبسط. أضغط الوقت الفعلي لتحميل. طبعا اللي بيسألني شو الأجهزة اللي بتشتغل عليها الأداة، جميع الأجهزة بتشتغل عليها، لكن يفضل تكون ويندوز 10 الأداة. الأداة على ويندوز 10 بتشتغل بشكل فعال بشكل ممتاز جدا، يعني تقريبا ما في نهائي مشاكل على ويندوز 10، خصوصا 64 بت تشتغل معك بشكل ممتاز جدا بدون اي اخطاء.
خلينا وهي خلال عملية التحميل نورجيكم قائمة التشغيل. هاي القناة تفوت على قائمة التشغيل اللي هي قوائم التشغيل، تنزل في عندك هنا قائمة التشغيل مكتوب عليها TFT Unlock Free. هاي القائمة في عليها 27 فيديو على أداة TFT. تقدر تلاقي أجهزة عم فتحناها على TFT، طريقة تثبيت، حل المشكلات، وراح أشرح طبعا فيديوهات حل المشكلات بشكل كامل للأداة. طلب عملية تحميل تنتهي. نعمل يس. هاي فتحت هيك الأداة. طبعا مباشرة فتحت وطلبت انه في تحديث. يبدو اني بعد ما حملت الملف برضو راح اترك لكم انا اخر ملف موجود للتحميل برضو تحديث. بما انه طلع هاي المسج فتعرف كيف راح يسم عملية التحديث. تضغط اوكي. مجرد ما اجتك هاي المسج. عملية التحديث صارت تلقائي بالشكل اللي انتم شايفينه. بنزل الملف وبيحدث وبيحط الملف والملف الثاني، وهنا بكتب لك شو الاشياء اللي تم تحديثها جديدة. يعني هنا في تحديث للهواوي، في تحديث على هاي الأجهزة بالبري لودر، يعني تحديث ممتاز زي ما انتم شايفين. ورجعت الأداة فتحت بشكل تلقائي لوحدها. الآن في ناس بتواجهها مشكلة انه ما بظهر عنده الأرقام هون في اليوزر للجهاز. هاي راح أبعث لك الآن، راح أعطيك فيديو في الحل لهاي المشكلة، حل هاي المشكلة وحل مشكلة نو انترنت للأداة. في بعض الدول بتحتاج تشغيل VPN عشان يحل موضوع مشكلة نو انترنت، ولكن لازم يكون نازل عندك ثلاث برامج مهمة بالويندوز أساسية عشان تشتغل عندك جميع أدوات السوفتوير مش بس هاي الأداة. لو أجينا هنا على خلينا نحكي قوائم التشغيل، وأجينا هنا على TFT Unlock Free، راح تلاقي هنا فيديوهات TFT اللي أنا عامل عليها على الأداة نفسها. في عندك هنا فيديو حل مشكلة لا يوجد إنترنت في حال صارت معك هاي المشكلة تستعين في هذا الفيديو، وفي عندك فيديو مكتوب عليه الحل النهائي. راح أترك لك برضو رابط هنا، راح أترك لك كمان هذا الفيديو شرح تحميل وتثبيت جميع تعريفات الأندرويد، راح أترك لك إياه بالوصف. بعد ما تثبت الأداة بتفوت على هذا الفيديو وبتعمل هاي الخطوات عشان يكون عندك كل تعريفات الأندرويد نازلة على الجهاز. وراح أعطيك كمان فيديو مكتوب عليه الحل النهائي اللي هو فيه كل حل مشكلة أي مشاكل في الأداة، اللي هو هذا الفيديو لا يوجد إنترنت. في كمان فيديو اللي هو الحل النهائي برضو راح أخلي لك إياه بالوصف. هذول الفيديوهات بيساعدوك في حال صار عندك مشكلة، ما عندك مشكلة تشتغل على الأداة بشكل طبيعي. لكن طبعا أنت بعد ما حملت الأداة ونزلتها لازم تستعين في الفيديو الثاني اللي هو الفيديو اللي راح يكون فيه تعريفات الأندرويد. تعريفات الأندرويد مهمة عشان أنت لما تشبك جهاز أجاك من زبون أو جهازك يتعرف عليه الكمبيوتر وتتعرف عليه الأداة. فتحنا، عملنا لوج إن للأداة، ننتظر الآن لتفتح الأداة. فتحت الواجهة بالشكل اللي انتم شايفينه. طبعا هذا الاصدار 4.4.2.1. طبعا راح يضل يتحدث الرابط حتى لو الفيديو يعني كان على الاصدار واجا اصدار بعده، راح برضو احدث الرابط تاع الاصدار، والتحديث صار اوتوماتيك زي ما شفتوا. الان هاي التحديثات الجديدة دائما تنزل عندك باليمين هون شو بصير اشياء جديدة للتحديثات. خلينا نبلش هنا بأول خيار اللي هو الإكزانيوم، هاي الأجهزة اللي بتدعمها الأداة، تخطي حساب جوجل والأوامر الأخرى مثل MI Flash. تقدرون هون تعمل MI Flash، تعملها فلاش للجهاز الـ MI. بعديها بنروح على خيار LG، هاي أجهزة الـLG طبعا تدعمها الأداة. بعدها بنروح على خيار السامسونج اللي أكثر الناس تشتغل على السامسونج، راح تلاقي هنا
كل أجهزة السامسونج اللي دعميتها الأداء. طبعا كل جهاز مكتوب جنبه وضع الأيديال، وضع تيست بوينت، وضع بريلودر، البروم، إنابل إي دي بي. يعني كل جهاز بيعطيك شو الخيار اللي بيشتغل عليه. وطبعا هون خيار أوتو، هذا خيار الأوتو بستخدمه إحنا بالعادة. بنروح على فانكشن بنختار FRB.com، زي ما شفتوا صار فيها خمس خيارات هون، بتقدر تختار تجرب الخيار الأول الثاني الثالث الرابع عشان تعمل تخطي لحساب الجيميل. وهنا تنزل تعريفات الام تي بي من داخل الأداة أو تفك الجيميل عن طريق الام تي بي. وفي هنا كمان في أجهزة صارت مدعومة هنا عن طريق مش بس الأيديال، صار إن شاء الله بس ألاقي خيار إلو، صار في إشي مدعوم عن طريق أودن، يعني بنزل عليه ملف. هاي هون عندك للأودن فيكس أودن MTK FRB. هاي الخيارات هون بتساعدك في عمليات الشغل على الأداة. ونروح على خيار النوكيا، هاي أجهزة النوكيا المدعومة داخل الأداة. ونروح على هواوي زي ما انتم شايفين كايرن كلياته مدعوم، وهي 710 سألوني عنه أكثر من شخص بالتحديث الجديد، هذول كلياتهم عليهم تحديث. وهي أجهزة الثانية عندك الهونر، عندك الهواويات. بعدين بنروح على اللينوفو، هاي أجهزة اللينوفو. بعدين بنروح على الأوبو، هاي أجهزة الأوبو. طبعا أنت هون في البحث تبعك هون بتكتب مثلا أوبو مثلا أوبو شوفي F1 مثلا أوبو مثلا F1، بيطلع لك الجهاز زي ما انتم شايفين هون علم عليه أوبو F1، وبتقوم بالعملية طبعا حسب. هاي عندك هون MTK دايركت، هاي في خيار دايركت MTK، مجرد ما انت اعطيته اياه بالام تي بي والوضع تشغيل التليفون بياخذ معه، يعني بتعمل بحث للتليفون من العلامه هاي اللي في عندك هون خيارات لك ولكم. نمر عليها هيك مره سريعه، هاي واجهه لك ولكم. راح تلاقوا شرح لاجهزه طبعا في القناه في قائمه تشغيل تي اف تي، كل جهاز بنفتحه بنحطه على بنعمل له فيديو. هاي اجهزه الفيفو، وعندنا هون برضه الام تي كي وللفلاش ام تي كي اللي بده يعمل فلاش للجهاز، يعطيه سوفت وير كامل برضه من الام تي كي بيقدرون هون. عندك هون أجهزة الفي سمارت، هون أجهزة الأندرويد، هون عشان تنزيل البرامج، حذف البرامج وتنزيلها أو أخذ نسخة احتياطية للبرامج على التليفون وهو بوضع التشغيل. أجهزة الأندرويد. عندك هون في خيار اسمه يونيفرسال، هذا الخيار، هذا الخيار عندك هون في أجهزة آيتل، في أمازون، أول فيو، الكتل، بلاك فيو، لافا، والباد، يعني الأجهزة الغير معروفة، يعني HTC اللي ما عليها طلب كثير، ZTE، يعني هذول الأجهزة ممكن هون تلاقيهم بهاي الخيار. عندك خيار السبيدروم الآن برضو للفلاش، وعندك هون الدينج عشان تغيير الإمي والسيريال. برضو عندك هون أجهزة التكنو، هاي أجهزة التكنو المدعومة، وضعي الفاست بوت او الفانكشن. وعندك هون اجهزة الانفينكس برضو عليها برضو، يعني الاداء. وهنا الخدمات الابل ما زالت في الاداء محدودة جدا، ما في خيارات لسه، ما تفعلت الخيارات تاعت الابل بشكل كامل، بس اكيد يعني بما انه في تحديثات كبيرة هيك اكيد راح يفعلوا خيار الابل كمان. عندك هون الاسوس، عندك هون التست بوينت، هاي التست بوينت كمان مهمة، لما جهاز مثلا على سبيل المثال تكون على جهاز سامسونج ويكون العملية بتحتاج تيست بوينت، فأنت بتيجي بتختار على هون سامسونج وبتختار مثلا جهاز مثلا A02، بيطلع لك صورة العلامة وين بدك تشبك الملقط النقطتين عشان يدخل الجهاز بوضع التيست بوينت، وهي شرحناها بفيديوهات كثير سابقة، بتلاقي كل موديل وجهازه.